برجاء أمان وإيمان، أصلي وأدعو الرحمن، بارك أولادنا وأهليهم، بارك يا ربي وعطيهم. برجاء أمان وإيمان أصلي وأدعو الرحمن، بارك أولادنا وأهليهم، بارك يا ربي وعطيهم. املأ قلبي بالقرآن للأبد سلام وخير، وعلم الكل المسلمين في ديننا وقرآننا، نحيا بألفتنا متحدين. By faith and hope and wishes I pray to Allah the merciful, bless our little ones as our parents too. By faith and hope and wishes I pray to Allah the merciful, bless our little ones as our parents too. Fill with the light of Quran forever. Peace and goodness and knowledge to all Muslims. In our faith and holy book we live all united. سلام خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا اسمي ليلى ويتمن رمزي، أنا أصل أمريكية، أبا عن جد، اتعلمت اللغة العربية في مصر وكنت طالبة في جامعة الأزهر في يوم ما. أنا مولودة بالولايات المتحدة وأهلي موجودين بالولايات المتحدة بقالهم 400 سنة. تربيت أنا في منطقة شرق شمال، منطقة بنسميه نيو إنجلاند. والدي كان أسيس بنسميه بريتشر باستر بالكنيسة بريسبيتيريان بالبروتستانت مسيحي. سلام خير. حياتي قبل الإسلام كان مثل أي أمريكية بوضعنا وظروف حياتنا كأسر دينية. انتقلنا كثير من بلد لبلد لأن طبيعة البريسبيتيريان إن هم ما يحبوش إن أسيس يفضل يعني طول عمره بكنيسة واحدة. ف يعني كان عندي طفولة أمريكية مثالية مثل ما تشوفوا في الأفلام والمسلسلات وما أدري شو. ف وأنا وأنا في الكلية كنت بدرس تاريخ الشرق الأوسط وعلوم السياسية، واتضح بعد قليل ان المواد اللي كنت باخدها في الجامعه
نقص كتير عن أي معلومات عن دين الإسلام. أياميها أنا كنت عضو في كنيسة، أنا بكنيسة والدي، ما كنتش بدور على دين، ما كانش كان عندي شك ولا أي شيء، كنت مسيحية ومرتاحة بديني وحياتي. فحبيت أنا بس استكمل معلوماتي و يعني أفهم يعني أكتر يعني بصورة أعمق التاريخ والشرق، التاريخ والسياسة في الشرق الأوسط. فطالما يعني واحد مسلم أو غير مسلم ما يقدرش ينكر إن يعني دين الإسلام له دور كبير في التاريخ وسياسة الشرق الأوسط. فحبيت أتعلم أكتر عن دين الإسلام، بس حب استطلع. فلما واحد يحب يعني يفهم أكتر عن أي ديانة يلجأ لإيه؟ للكتاب المقدس لهذه الديانة. فمعروف ان القران الكتاب المقدس للمسلمين. فرحت المكتبه كليه واستعرت القران مترجم طبعا، وما عجبني، ما عجبني على الاخر بالمر، يعني صعب جدا قريته. لأن لما رحت للمكتبة صممت أن أنا أدور على ترجمة بغير مسلم، ما كنتش عايز الاتجاه يكون يعني مغطي للأخطاء والمشاكل للدين من مسلم. فلما رجعت المصحف المترجم أيام زمان، مش هلا يعني واحد يسترجع كتاب يعني من غير ما يشوف حدا، أيام زمان لازم تسلم الكتاب وحد يعني يعمل ستامب فيه ويسجل إن كتاب يعني رجع للمكتبة. سلام دي حصلت السنة 77. فلما رجعت المصحف، الست اللي كانت قاعدة في الريسبشن سألتني شو رأيك فيه؟ فقلت له كتاب وحش، وقلت لها كتاب وحش يعني وما عجبني. استغربت، مسكت الترجمة فقالت لي هذه الترجمة من أسيس أنجليكان يحب يسوق في صورة الإسلام عشان يمنع أي واحد يستطلع في القرآن أن يعني يسلم أو يفكر يعني في هذا الاتجاه. فاستغربت، نزلت إيديها تحت وطلعت لي نسختها هي. سبحان الله، يوم هذا كان سبحان الله اليوم الوحيد اللي كانت هي يعني على الريسبشن، اللي هي المسلمة الوحيدة شغالة في المكتبة الكلية أياميها. فطلبت مني إن أنا أقرأ النص بتاعها. الترجمة كان عبد الله يوسف علي، الله يرحمه ويحسن إليه. وطبعاً كان رد فعلي غير لما قريت الترجمة دي، كان كتاب طبعاً بالمرة غير. فحبيت أعرف أكتر وأكتر عن دين الإسلام، وحتى تركت دراستي لحد ما قد إيه كنت مشغولة به، لأن كانت صدمة بالنسبة لي. يعني
شوف أنا ما كنتش بدور على دين تاني، يعني كنت مرتاحة زي ماني. فبعد 6 شهور يعني قررت أن أنا أسلم، يعني لسه يعني ما حللتش في راسي كل يعني اللي كنت قلقان عليه أو كنت مترددة فيه. بس أنا قلت يعني أنا قلت الدعاء الله ساعدني على الباقي، الأساس هو هو مقتنعة به، عبادة الله و يعني الإقناع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالباقي يعني أنا ضعيت لله إن هو يعني يوضح لي يساعدني في فهم، والحمد لله قررت. بس القرار شيء والفعل شيء. طورت على حد يعني يفهمني كيف أسلم، لأن في يعني كنيستنا مناسبة كبيرة ولازم بالدراسة ولازم يعني بسيرتيفيكت ويعني إشي كبير. فدورت ما لقيت حدا يساعدني إلا يعني بعد بضعة شهور لقيت إني إن في يعني عرفت إن في مصلى في الجامعة، غرفة مهدوفة أياميها يعني 70s يعني متلاقيش مثل دلوقتي، يعني في كل مكان ما فيش مساجد 70s يعني المسلمين نفسهم يعني ما كانوش متماسكين مثل دلوقتي. فلما رحت المصلى لقيت واحد هناك كأنه بيغني بصوت واطي ويعني مديني ظهره ما بعرف يعني شو بيعمل، وانا زي ما انا يعني امريكيه بعرف يعني يعني بدات في تغيير لبسي، يعني لبسكم طويل ويعني التنوره طويله شويه، ودخلت على المصلى سلمت عليه سلام خير، عرفت ان في مصلى في الجنة. رحت هناك عشان اتعرف على شخص هناك يعني فهمني كيف اسلم. يعني في 2015 ممكن يعني قليل اللي يفتكر ايام زمان من غير انترنت من غير سيلفونز من غير يعني كل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. يعني ايام زمان كان يعني كل يعني يلقى للاشخاص الكتب يعني رسالات. فلما رحت المصلى لقيت واحد جالس ومديني ظهره، فدخلت عليه سلمت سلام عليكم واتكيت على ظهره عشان ينتبه وزعل مني. يعني دي كانت بعد كذا تجربة، كذا شخص سألت يعني كيف أسلم. فطنشني ورجع لقراءته. لعل ست الأمريكية دي تمشي وتتركني وما تضايقنيش تاني. قلت الله يعني لقيت مصلى بعد ايه وما لقيتش حد يساعدني يعني. فانا قلت احول كمان مره معاه والله يسهل يعني يعني ما ينفعش معاه. اتكيت بليز لو سمحت يعني بدي اسلم وما اعرفش ازاي. يعني I was so fed up. فسكر الكتاب طبعا اللي كان طبعا القرآن الكريم
وقف ويقول لي تبقى انت استمحيني لان انا فهمت الغلط، تعالي معايا على المكتبة وانا فهمك على كل شيء. الحمد لله دي كانت بداية رحلتي في الإسلام. اسلمت سنة 78، الآن ممكن 38 سنة في الإسلام. سلام خير. كلمته كان هو بحط الدكتوراه في أديان المقارنة، كان أصلا من دولة إيران وشيعي، وكان يهمه أن أنا أكون شيعية منه. مشيت بسكتي شوية وحسيت ان يعني مش دي السكر اللي انا كنت عايزة امشي فيه. في اشياء كتير لا يعقل لا تعقل. فانا يعني حصل يعني طنشته ومشيت بسكتي وهو بسكتي، يعني كان هو يعني رجل كبير ومتجوز، وكانش يعني ما كانش يعني في مشكلة دي يعني إن هو يعرض عليا فكرة